بعيدا عن كليشيهات نصائح الاجتهاد والجد والمثابرة وكم سهرنا من الليالي اللي كنا صرنا منعرفهم، خلال مسيرتكم الجامعية حاولوا طلعوا من الأطر اللي كنتوا فيها، استغلوا الجامعة كفرصة لحتى أنتوا تقدروا تكتشفوا شخصيتكم ونقاط القوة فيها، استغلوا النشاطات، استغلوا العلاقات لحتى تبنوا شخصية ناضجة تقدر تفوت بقوة على سوق العمل وتكون فخورين أنتوا بنفسكم قبل ما أي حدا تاني يكون فخور فيكم.